الحلقات الأولى من مسلسل العتاولة شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت، حيث تدور حول زفاف أخت نصار وخضر اللذين يؤديا دورهما أحمد السقا وطارق لطفي. ولكن تتفاجأ العروس باقتحام مجموعة من البلطجية لحفل الزفاف لتختطفها وزوجها، ليتبين أن الخاطف هو أحد رجال الدخخني الذي يؤدي دوره محمد نجاتي، الذي يلتقي خضر ليسلمه خزنة عيسى التي سرقها نصار، إلا أنه يكتشف أن المسروقات كاملة باستثناء قطعة آثار، ليتبين لاحقا أن نصار استولى عليها في الخفاء دون أن يخبر شقيقه. لتتطور الأحداث وقد تثير العديد من الأزمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. يكونش حد من الصنهرة. طب ورحمة أبوك وأبويا الكلام ده جه في دماغي، بس الصنهرة ما لهمش في خزن إنجليزي، كبيرهم خزن بلدي. مفيش في بره مصر غير اتنين بس اللي يعملوها، عمك خبيث وربنا يثبته على توبته، وأخوك نصار.